بنشكر دكتور جوني منصور على هالمبادرة الجميلة وعلى الخطوة البناءة. طبعا دكتور جوني غني عن التعريف، أغلبنا بنعرفه، ابن بلدنا يمكن مش 100%، نص 120%. طبعا اكيد يمكن بدي اعرف عن حاله، هل اللي ما بيعرفوش بصيروا تعرفوه. هو محاضرته اليوم عن المطران غريغوريوس حجار، هذا المطران الذي هو ايضا غني عن التعريف وما لقب بمطران العرب وكثير من الالقاب وكثير من الاشياء الجميله اللي نسمعها عنه. نعم زي الجرق هنقوله صورته على الشاشة، مش حاجة نعرف أكثر من هيك. وحتى نزيد يمكن للجيل الصغير اللي ما بعرف إنه كنيسة بلدنا والقنطش بناهن الحجار، يعني هاي وحدة ومن أعماله، وقسم من هالموجودين الحاضرين هون بيعرفوه شخصي لهذا المطران العظيم جدا. نجمة الصبح نسمي فصوته، مظبوط 100%. فأحبائي كمان مرة مش رح أطول حكي لأنه مش دوري أنا اللي أحكي، فقط ترحيب، أهلا وسهلا فيكم. والمحاضرة أو هاللقاء شي ساعة، ساعة وربع تقريبا، إن شاء الله يكون لقاء شيق ونستفيد من هالمعلومات. دكتور جوني مش أول كتاب بيعمله عن الحجار، هذا يمكن الطبعة الثانية أو الثالثة، ونتأمل لمزيد من العطاء. أهلا وسهلا دكتور جوني و المحترم راعي قرية فصوطة وحضرة رئيس المجلس المحترم، أهل بلدي يمكن كتار بيعرفوش بس في البعض بيعرف، أنا متأكد. أنا تماما مثل هذا اليوم 7 شباط في 1960 أمي تركت البلد عروس، وهيك كونت العيلة الصغيرة من هذاك الوقت لليوم. وجدي هو يحنى سعيد مطر أبو سليم، البعض منكم الأغلب يعرف، الله يرحمه ويرحم كل الموتى. ليش أنا بذكر وأبونا ذكر أنه أنا ابن البلد؟ لأن هذا يرتبط ارتباط كبير جدا بهذا الكتاب في طبعته الأولى اللي صدرت تماما قبل 30 سنة. بعد ما أنهيت المرحلة الثانوية كان دائما في هيك براسي اسم المطران حجار، كل الوقت بقوله بحيفة وين ما بروح المطران حجار، المطران حجار، وبنى وعمل وساوى من ولا إشي. فأنا قلت ما دام أنا عم بتعلم بالجامعة موضوع التاريخ، وقت الفراغ بدي أتعرف على هالشخصية هاي بقدر الإمكان إذا توفرت هناك مواد في مكتبة الجامعة بحيفا، وللأسف لم تتوفر أي مادة، وهذا كان دافع قوي جدا لأن أروح أدور على مواد في مكتبات أخرى في القدس. وبعد ذلك لما انفتحت الطريق للقاهرة كمان رحت للقاهرة، وبعدين لما قدر الواحد بعض الكهنة يجيبون لنا مواد من دير المخلص بلبنان، بدأت الصورة تتبلور شيئا فشيئا، ولكن وجدت في هناك نقص معين وهو صوت الناس، لأن المطران حجار كان مطران الشعب، ما كان مطران قاعد وراء مقعد وفي قدامه حاسوب زي اليوم أو في معاه تليفون، كان يدور من رعية لرعية وكان يخصص فصوطة مرة بالسنة لمدة شهر، يعني مضي شهر في هذه البلدة. فأنا قلت من المفيد أن أقابل الناس، وبدأت بمقابلة ناس، لا من حيفا لشفاعمر للناصر كذا، وأقابلت تقريبا حوالي أكثر من 100. وكان لي الحظ والنصيب أني أقابل أشخاص هون بالبلد رحمة الله عليهم جميعا. أنا عم بحكي عن أكثر من 35 سنة، مش تفكروا أنا ختيار، أنا بدأت كشاب صغير كان في براسي الفكرة هذه. فأنا قابلت الشخصيات ابتداء من حياة أبو الأولى للأستاذ أبو حبيب قهوجي، وانتهيت بأبو شهاب رحمة الله عليهم جميعا. كل واحد كان عنده
قصة وفكرة ورأي معين. بالعطل الصيفية الجامعية كانت تكون عطل طويلة، تعرف نشتغل احنا شوي من شان نطلع شوية فلوس نسد القسط الجامعي، في معنا وقت. أنا كنت أمضي أكثر من شهر ونص هون بفصوطة أكتب المادة المتعلقة بالمطرح، معلول سيرين لسان كل هذه، وقبل القمح بالشمال اللي عمليا بين لبنان وبين فلسطين تقريبا. فهذه القرى والمدن تم تهجيرها بال 48. البقع او النقاط الخضراء هي القرى والمدن التي لا تزال قائمه لليوم، اما فيها روم كاثوليك او ما فيهاش. لانه يعني البعض يجي يسالني طب وام الفحم؟ ام الفحم كان فيها بحسب احصاء 1911 كان فيها 50 نفر من الروم الكاثوليك، وكان يصل كاهن مره بالشهر يقدس لهن في احد البيوت. والعائله اللي تركت اخر عائله تركت ام الفحم عائله حداد وموجودين بالناصري، وفرع الثاني لحداد موجودين بحيفا اسمه دار الحداد الفحماوي. واليوم ما فيش طبعا مسيحيه في ام الفحم، ولكن الكبار بالعمر بام الفحم بيتذكروا هاي العيلة اللي كانت تملك مساحات شاسعة من الأراضي. إذا نشوفوا من الأبرشية كبيرة ضخمة جدا كان الحجار لازم يتعرف عليها في تلك الفترة اللي ما كانش فيها سيارات، كان بده يتنقل على ظهر أجل كل خيل والدواب وإلى آخره. بجهة الأردن هذه هي القرى والمدن اللي خدمها ابتداء من إربد لإيدون للحصن لشطنة لجرش لعجلون لعرجان لجديثة. البعض فيها كان فيها كنائس والبعض ما فيها كنائس، ولا بنشوف كمان احنا بعض الصور. اذا كان في عنده منطقه واسعه جدا هو بده يتولى خدمتها من النواحي الروحيه والاداريه. والمركز الاساسي كان للمطران ولا يزال، لانه ابرشيه عكا وحيفا. الكرسي الاول هو كرسي كنيسه القديس اندراوس اللي انبنت بال 1804. هاي الكنيسه مبنيه 1804، وانا اوصي لابونا للمسؤولين في المجلس الرعوي ولكم تعملوا زياره للكنيسه، لانه بتقدروا تاخذوا المفتاح وتنزلوا على الكنيسه اللي تحت، الكنيسه القديمه اللي بتصور الفتره الصليبيه. طبعا هو واحد، هو زعيم واحد وليس مؤسس، يعني كان بيقدر ياثر، اكيد بيقدر ياثر، بس الى اي مدى يؤثر على صناع القرار ومتخذي القرار؟ انا بتصور ما كان بالسهل، لانه القرارات كانت تطبق في اماكن اخرى. من جهه ثانيه فيما لو قدر له ان يعيش كمان 10 سنوات، انا بتصور انه كان شكل وواقع ومستقبل ابرشيتنا مختلف كليا. يعني ما يكونش موته مختلف كليا. ما يكونش موته مرتبط بالقضيه. ما انا بخمن بس بقدر سبب بسيط انه انا اتعامل مع وثائق. طب فكره بتفرجيني وثائق بتاكد منها، اما لغايه الان انا بحطها من باب خلينا نقول التخمين. وبتامل انه يوما ما مثل ما ذكرت قلت لكم احد الاساقفه يقوم بهي العمليه، اذا كان بحبه انه يقوم بهي العمليه، اذا لا احنا عارفين شو الوضع. مدام السريه للغايه.